بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. فلا أقطع عن يعني بلم توكي، وعن هذه صيغة التوكيد، فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم لام توكيد في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لا عذبتم وتبقيت. أنت ملعون من زمان طويل، وبعد بفعلتك الشنيعة دي مش تبقى سليم. قد ربي مش يعجلك، لأن الظالم حين ازداد ظلمه يعجل ربي بالفناء على شر الأحوال. ولهذا الكلاب الكرب قل لكم ما تعجلوش الرب، وستكون عين الله شاهدة عليكم، وسيدفعكم إلى زيادة ضلالة وزيادة غرور، فتعشق رمضان أكثر وتغيظون المؤمن والمؤمنات أكثر. لكن بعد حين يأتيكم البلاء من حيث لا تعلمون، فيأخذكم الله أخذ رابية بغتة من حيث لا تتوقعون. والسلام على أهل السلام والاستسلام لرب الأنام.